طب حلو صح بابا؟ تعرف تنقي يا مذوقة. عمو بصراحة أنا من زمان ناطر هالزيارة وحاب أتعرف على حضرتك طبعاً. أهلا وسهلا. لأنه أنا وسوسن من زمان بنحب بعضنا، وصلنا من أيام الجامعة بالأيوبين. حكيت لي سوسن كل شيء بالتفصيل، قالت لي يا سوسن. فحابين خلص يعني نتمم على خير أكيد بمباركتك. إن شاء الله إن شاء الله، وأنا ببارك هيدا فيه من قلبي. حلو. بس سؤال حاج، سؤال. تفضل سؤال يا ابني. أكيد سوسن بنتك؟ سوسن؟ إيه بنتي. بس هيك للاستفسار. ليه بتستغرب؟ ليه بتستغرب؟ لا ما في شيء، لأن للاستفسار بس يعني. استفسر قد ما بدك، اللي أول وصارت آخر نور. استفسر. طبعاً. أوكي؟ أهلا وسهلا فيك. فأيمتى يعني بتحب هيك نحط موعد؟ لي 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 تفضل. أهلا وسهلا. مبسوطين؟ أهلا وسهلا. ميرسي ميرسي. يعني بالثوب. أهلا وسهلا. الله يتمم على خير. كفي حديثك حاج. نعم كفي حديثك. بدي هنيك على تواضعك. تسلم على بخطوته انه الخادمه تقعد معنا، لانه حكي كتير شخصي. اي خادمه؟ ثو؟ مين خادمه؟ ثو خادمه؟ ما في خادمه. هي مش هذا الشيء اللي هون. هي زامو. نعم زامو. شو اسمها؟ زميلي. زامو زميلي. انا زميلي. أنا خادمي ولا طنكت أيدي. زميلي بتعرف مين بتكون؟ مين؟ زميلي بنتي. إيه؟ هاي أختي. أختها لثوسن. إيه؟ أنا أختها الصغيرة لثوسن. الصغيرة؟ أختها الصغيرة حبيبتي. إيه أكبر مني بكتير ثوسن. لحظة لحظة، أكيد بنتك حاج؟ إيه بنتي حبيبي. ليه مستغرب؟ وهيدي بنتك؟ سوسن بنتي وزامو زميلي بنتي. ليك هو كل وحده كاركتير، كل وحده لها زميلها الخاص. انا اكبر بكثير حبيبتي، بس منيح لي هلا حدا يعني بده ياخذها يعني ويلمها. اذا مني اسا. اذا مني اسا. يا موزي بابا. لا مزبوط مثل ما بقول المثل، مزبوط انه البطن بستان. بستان ايه؟ بستان. يعني بطن مدام تاعك بطنها بستان يعني. خلفت سوسن وخلفت سعدين. سعدين؟ ليه عم تقول سعدين؟ ايه بابا زامو سعدين؟ كأنه عم بيهيني يا بابا. كأنه عم بيهيني، بس خلينا نستفسر. يمكن يكون قصده بابا. استفسر لأنه بسمعون هيدا الحديث. يمكن يكون قصده سريف روقي شوي. كيف يا بابا؟ هلا بدي صير سهرنا. انا بدي صير سهري هيدا. انا ما رح صير سهري خلص. لا بدك تصير سهري. انا غيرت رأيي يا عم. بشو؟ انا ما خلص يعني سوسن شيء محي رقمي عن تليفونك، الغيني من حياتي. ليش ليش ليش؟ انا غيرت رأيي حاج. ليش صار تحكينا؟ حاج تحكي بس ما بقى حديثك رطب. اول شغله من شو خايفين؟ من شو خايفين؟ هيدا السؤال. عفوا شو اسمك انت؟ شو اسمك؟ تعال يا صبي حلو، شو اسمك انت؟ اسمي عادل. عادل حبيبي صبي. ايدك عني. نزلي ايدك عنه، هيدا لاختك سوسن. لا حبيبي صبي، انا بدي اخده. لا انا عم بستفسر. اعوذ بالله. استفسر. صبي صبي انا ولا ممكن صاهر هيك عايله حاج. ليش؟ انا لانه بنتك حلوه كثير سوسن، بس انه بركي بعدين تحسبا يجي شي ولد من هالاولاد يشبهك او يشبه بنتك هاي الارضي. بس لا الله تعال حكي. لا ما لك حق تحكي. لا لو سمحت احترم حالك. بدك تحترم حالك. اذا بتريد محترم، اذا بتريد بتفوت محترم وبتطلع محترم. طالع محترم. اذا ما في نصيب بتطلع محترم. حتى بدنا مش مضطر اطلع محترم باذن. والله شو المنظر هذا؟ قال لي قال لي قال لي في مثلك مثلك كثير، بس نحن في حالنا على العالم. بكره الله بكره الله بيعطيني اسا. ايه اسا 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 انت من هون. ايه هيدا شو جاب طز؟ مرحبا. والله عم تقول طز؟ من هون حتى على البيت ما حد عم تقول طز؟ مالك صعيب السوم. نصيبك مأخر يا سوسن، بكره بيجي مني اسك. بتعرفي ليه يا سوسن يا حبيبتي؟ الا يا بابا ليه؟ لانه الدنيا كلها وصايد. اسقسوكم اسقسه.